اكثر حاجه استفدناها زي ما تقول العمره، وانا الحمد لله يمكن كنت في المدينه برضو فكانت شيء جيد بالاضافه للمباراه. فاعتقد يمكن من الناحيه الفنيه استفدنا ومن الناحيه الروحانيه استفدنا الحمد لله، وان شاء الله باذن الله يعني فعلا في ظل الاجواء اللي احنا فيها انا شايف المباراه الوديه دي هامه، فان شاء الله نحاول نكرر التجربه ان شاء الله في دول اخرى كمان ان شاء الله. طبعا انا عاوز اقول على حته الجمهور المصري، يعني كان منظر جميل جدا وابهر حتى الاخوه السعوديين يعني نفسهم، لدرجه ان هم يعني بيقولوا ان خلاص عاوزين يجيبوا بعض اللعيبه المصريين يكونوا موجودين هناك على اساس يبقى في اقبال جماهيري. ففعلا منظر الجماهير المصريه كان مشرف وحاجه جميله، وتشجيعهم حاجه جميله، وانا يمكن قلت هم عوضونا بقى على الغياب اللي موجود هنا، ان شاء الله جماهيرنا ان شاء الله برضه هي تبقى موجوده معانا في الدوري ان شاء الله. اول حاجه الحمد لله طبعا ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا نعمل عمره، وده فضل كبير بالتاكيد. يعني حاجه ثانيه اهم حاجه في الدعاء ان انت تدعي بقى لاحوالنا في مصر، يعني ربنا يكرم ان شاء الله رحمه وتبقى الاحسن باذن الله. المكانه اللي فيها النادي الاهلي والدرجه اللي وصل لها النادي الاهلي اعتقد انها بتبقى كل يوم عن يوم بتبقى لها الدليل. ما اعتقدش ابدا ان ده بيجي من فراغ، بالتاكيد اسم ومكانه واخلاق ومبادئ النادي هي اللي بتبقى ليها الكلمه العليا، والا ما كانش يبقى ده المنظر هناك. يعني انت بتتكلم اكنك بالظبط في مصر بل بالاحسن. الرحله كلها موفقه، يعني جت في وقتها كنا محتاجين نلعب مباراه وديه، وفي نفس الوقت طبعا يعني دعوه من نادي الهلال طبعا كاخ للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت اعتزال الكابتن عبد الله الشريف. ده كان يوم جميل، هم طلبوا انه يعملوا مباراه ميكس طبعا، والكابتن حسام وافق على اساس ان تبقى في يعني روح وديه تاخد تسود يعني روح الود او تاخد المباراه طابع المباراه الوديه. في نفس الوقت برضو الحمد لله اللعيبه كلها عملت عمر، كنا محتاجين جدا برضو الحته دي نفسيا، وفي نفس الوقت الجهاز كل البعثه الحمد لله كان يعني الحمد لله ميسره والعمر كانت ميسره. ونتمنى ان شاء الله يعني يكون النادي الاهلي، طبعا انت عارف النادي الاهلي بما يتمتع به من شعبيه جارفه في الدول العربيه وخصوصا السعوديه، فطبعا نتمنى ان شاء الله يعني احنا ما بنتاخرش والنادي الاهلي ما بيتاخرش ومسؤولين النادي الاهلي ما بيتاخروش عن اي دعوه اذا كان يحبوا النادي الاهلي يشارك فيها. يعني طبعا انت عارف يعني عشان تتكلم على برنامج لمده مثلا اسبوعين ولا ثلاثه ده صعب جدا، حتى الان طبعا ما فيش اي ارتباطات، فان شاء الله هنرتب برنامج للمباريات اذا كان في مباريات محليه هنرتب ليها وتدريبات يوميه لحين طبعا اذا جد يعني جديد بالنسبه للامور المستقبليه. انما غير كده ما تقدرش تحدد مثلا في انتظار هل الدوري سيقام يوم 2 فبراير ولا هيحصل تاجيل، سامعين كلام كده وان احتمال يبقى في منتخب وبالتالي يبقى في تاجيل، فمش عارفين. يعني صعب جدا تحط في مصر حاليا برنامج اقول لك مثلا اسبوعين ثلاثه لقدام ايه اللي هيحصل، صعب جدا. الاستقبال في من اول ما نزلنا الرياض واحنا رايحين اعتقد ان زي مصر يعني بتالي من كان الناس في السعوديه يمكن اكتر من مصر كمان. ده ظهر في المطار في الرياض، وظهر في ما رحنا جده واحنا مسافرين على فكره النهارده، ناس كتير جدا جت ورانا برده المطار، فده دل على شيء يدل ان يعني صدقني يعني بجد يعني الواحد بيحس بالمعاني الحلوه دي بره مصر بكتير. يعني فالجمهور اللي سكن يعني كل حوالي اكتر من 25,000 كلهم مصريين، كان اكتر من جمهور كان بكتير بكتير يعني اكتر بكتير يعني. فاحنا داخلين بقى كمان الجمهور ما شاء الله يعني فعلا بيحب النادي الاهلي ما شاء الله، يعني سمعته في الدول العربيه والافريقيه اعتقد انه يعني بشكل مش طبيعي. النادي الاهلي بره سمعته سابقه بكتير جدا جدا، وده يدل على شيء يدل ان الناس بتحب النادي الاهلي وبتحب لعيبه النادي الاهلي، وبرضه البطوله الاخيره دي فرقت مع النادي الاهلي والاداء في اليابان برضه، فكل ده الحمد لله رب العالمين بان في خلال الجمهور اللي احنا شفناه في السعوديه. الشريف برضه الفتره الاخيره دي كان عنده شد خفيف كده في الخلفيه، ابو السعود طبعا برضه كان عنده شد برضه في العضله الضمه، فده كان فرصه ان احمد عادل يلعب وعمل مباراه كويسه على فكره، يعني الحمد لله اداؤه كان كويس خلال المباراه كلها يعني. وبرضه ده يعني ادى فرصه طبعا ان في عناصر كتير كابتن حسام يشوفها في المباراه. وبرضه على فكره يعني ابو تريكه لما لعب مع الهلال واحمد صديق ومحمد نجيب ادوا شكل كويس، فالمباراه الوديه دي هي معموله عشان كده، ان انت برضه بتقف على الحمد لله رب العالمين على مستوى اللعيبه من خلال المباراه. وخد بالك ده قالوا المباراه الوديه نلعبها بعد ما خلصنا كاس العالم في اليابان، فكان الحمد لله انا شايف ان الاداء الحمد لله كان مرضي بشكل كبير جدا، واستفدنا المباراه استفاده كبيره سواء اللعيبه اللي طلعوا كان في اكتر يعني حتى في الشوط الثاني في اخر المباراه
كان في حوالي 4-5 لعيبه او اكتر شويه بيلعبوا من الناشئين، مواليد 93، مواليد 93 ومواليد 91. ربنا يعني يكون تقبل منا العمره ومن كل الناس اللي ادت مناسك العمره ويكتبها لكل الناس اللي ما راحوش ان شاء الله. طبعا يعني كانت مباراه تجريبيه انما كانت مهمه بالنسبه لنا، في اكتر من كل لعيبه شاركت، كان معانا اكتر من لعيب صغير، في ناس اول مره تسافر مع الفرقه وناس اول مره تشارك مع الفرقه، فدي كلها خبرات اكتسبوها واحنا برضو بنبص عليهم. واللعيب لما بيطلع في وسط نجوم وبيبدا يعني يتعايش في الجو ده بيبقى الامور بعد كده عليه سهله ويبقى تقييمه اسهل بعد كده لانه بيبدا يخرج كل طاقاته يعني. وطبعا كان معانا كل اللعيبه الكبار اللي شاركوا كلهم الحمد لله استفادوا من المباراه، سواء اللعيبه اللي لعبت معانا او اللعيبه اللي لعبت مع فريق الهلال. يمكن كان في ميكس، انما احنا كنا مكلمين اللعيبه وكابتن حسام ان لازم ناخد المباراه بجديه ونستفاد منها الحمد لله. صديق لعيب كويس، ويمكن هو لما راح يعني فريق الهلال كان عنده طبعا حريه في الهجوم، يعني اكيد ما كانش عنده تعليمات دفاعيه، وهو لعيب كويس وعنده سرعات واشتغل بشكل كويس من يعني في حسب ظروف المباراه يعني. المباراه وديه انما كان فيها استفادات كتير جدا، في لعيبه يعني انا بدات بالصغيرين اللعيبه بالنسبه لهم خطوه كويسه جدا علشان الخطوه اللي بعد كده ما تبقاش صعبه عليهم، يبقى سهل جدا لما يطلع مع زمايله الكبار ويبقى في ماتشات يبقى هو مر بالتجربه دي فتبقى الامور عاديه بالنسبه له. في مجموعه اللعيبه الاساسيين اللي كانوا بيلعبوا الفتره الاخيره بصفه مستمره واللي كانوا بيضموا المنتخب برده كانوا موجودين علينا واكدنا عليهم انه يلعبوا باقصى قوه ويستفادوا من المباراه بغض النظر انها مباراه وديه. ثاني حاجه اللعيبه اللي هم يعني موجودين معانا وما كانوش بيشاركوا بصفه مستمره نظرا للظروف، طبعا احنا كان فيه هي مسابقه واحده اللي بنشارك فيها، ما فيش دوري ما فيش كاس، فكانت الامور يمكن محصوره على عدد معين مثلا من اللعيبه الجاهزه، واللعيبه دي ما كانش ليها النصيب انها تشارك بصفه مستمره، فكان مهم جدا مباراه زي كده ان هم يشاركوا فيها برضو وهم يطمنوا على نفسهم واحنا نطمن عليهم ونبص عليهم. وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى نتمنى ان يكون في الدوري موجود ويبقى بجانب البطوله الافريقيه وكل الناس تاخد وتشارك ان شاء الله.